لأن المجتمع التونسي شفنا خالد شوكيت بعد خاصة انتخابات 23 أكتوبر ربما فما كان مشروع مجتمعي آخر يحبوا يتم إسقاطه على المجتمع التونسي، لأنه مجتمعنا والتوانسة قعدوا في فئة كبيرة منهم وفئة الغالبة منهم على الأقل قعدوا محافظين على خلينا نقولوا المكتسبات اللي خليها لهم الفكر البرجيبي، وقعدوا يدافعوا عليها، يدافعوا على حرية المرأة ومكاسب المرأة اللي كان في وقت من الأوقات مهدد هكا ولا لا؟ احنا فترات حدت حقوق المرأة في تونس، النمط المجتمعي الكامل اللي حب يرسيه الحبيب بورقيبة واللي أرسيه في وقت من الأوقات لقيناه مهدد، ولكن لقينا التوانسة واقفين باش يدافعوا على المكتسبات والمرتكزات اللي قام عليها الفكر البرجيبي وقامت عليها الدولة الحديثة اللي بناها زعيم الراحل. شوف، احنا نفتخر بأنه نحن من الأمم العريقة في العالم، وبأنه الدولة التونسية عمرها 3000 سنة. الشعوب عادة ما تستمد هويتها مش فقط من تاريخها، من الوطن باعتباره معطى جغرافي ومعطى تاريخي ومعطى حضاري ومعطى ثقافي، لكن أيضا الزعامات تؤثر، وهناك زعامات استثنائية على مر تاريخ الأمم. ولما أنت تعمل تحليل موضوعي للتاريخ التونسي بعيدا عن التمجيد ولا عن القدح، تعمل دراسة موضوعية للزعامات التي قادت هذا البلد وأثرت في تاريخ هذا البلد، لو عملت تقييم كما يتعمل في العالم الكل على الشخصيات الأكثر تأثيرا في التاريخ الإنساني، نقول الشخصيات الأكثر تأثيرا في التاريخ التونسي بكل موضوعية، وأي مدرسة استعملت في هذا التقييم وأي ميزان اعتمدت، ستجد أنه الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة هو الرجل الأكثر تأثيرا في تاريخ هذه الأمة. هو ماهوش رئيس عادي أيضا، مش معناها هو رئيس ملائكي مثلا، لا، ولكنه مش رئيس عادي، هو رئيس استثنائي، هو رئيس مؤسس، هو رئيس أيضا ماهوش رجل سياسة بالمعنى التقليدي. يعني مثلا بن علي كان رئيس مارس الرئاسة من 87 حتى 2011، لكن بورقيبة كان يجمع بين ممارسة العمل السياسي وقدر كبير من الفكر السياسي أيضا. نستطيع أن نقول بأن بورقيبة كان يجوز الحديث عن مدرسة بورقيبة، كان مفكرا سياسيا. أنا كنت أنا والوالد طيلة سنوات يعني ونحن نلاحظ في أحوال العالم العربي إلى غير ذلك، كنا نتحسر على شيء وهو أن نقوله الناصرية موجودة ووجدت وموجودة في كل مكان في العالم العربي، رغم في تقديرنا أن الزعيم بورقيبة من نواحي كثيرة كان أهم من عبد الناصر، كان أهم من الناحية الفكرية، كان أهم من حيث الأداء السياسي، كان أهم من حيث الاستشراف. يعني في المواقف الجدلية اللي أثيرت في زمن الرجلين صدق بورقيبة أكثر مما صدق غيره. وكنا نقوله علش البورقيبية مش موجودة، يعني في الحقيقة البورقيبية تستحق أن توجد، والبرجيبية كيف تتأمل فيها تلقاها ببساطة هي النسخة الأكثر وضوحا من مما يمكن أن نسميه بالوطنية التونسية. لأنه توا نحن شنو اللي هددنا بعد الثورة؟ هددنا بعد الثورة تيارات في الحقيقة أممية بين قوسين ما تعترفش بحاجة اسمها تونس باعتبارها وطن، باعتبارها أمة، ولو هذي باش نرجعوا له لكن في كل الأحوال، في كل الأحوال إذا تحدثت على الوطنية التونسية، تحدثت على التيار الوطني التونسي، وتحدثت على الناس اللي تؤمن بالدولة الوطنية التونسية وبالأمة التونسية وبوجود خصوصية، بوجود شخصية تونسية متميزة في محيطها الإقليمي وفي محيطها الدولي، ستتحدث بالدرجة الأولى عن البورقيبية. البورقيبية كانت رحلة نضال أيضا، لأنه الخط النضالي نتاع بورقيبة كان اختلف، اختلف على الثعالبي، اختلف على بن يوسف، اختلف على بشحامبة، اختلف على خير الدين حتى، رغم أنه كان يأخذ من هؤلاء ولكنه كان يختلف عليهم، وكانت رهاناته صائبة في النهاية أدت إلى نيل البلاد استقلالها. بعد كان ثم رهانات في بناء الدولة الوطنية. بورقيبة كان يؤمن إيمانا عميقا حقيقيا بأنه تونس هذه يلزم يكون فيها دولة وطنية تمثل مصالحها وتمثل الشخصية التونسية، واستطاع
ولهذا هو نفسه يقول أنا يغرت الذي انتصر. لأنه أنت كي تقارن الشخصيات على مر التاريخ التونسي تلقى بورقيبة دائما مختلف فريد. إما مثلا ناس أجانب جاءوا لتونس وولوا توانسة وطرحوا مشروع وطني تونسي، ولكنهم في النهاية ظل فيهم الجانب الأجنبي، أو الناس خاضوا معارك في النهاية وانهزموا كما نهاية الحزينة متاع يوغورتا. قصدت في الأول أليسا بورقيبة آمن بتونس وناضل من أجل تحرير تونس وكان عنده بناء الدولة الوطنية حلم واستطاع أن ينجز هذا الحلم، أن يحقق هذا الحلم، وأثر تأثيرا واضحا في الذين ساندوه والذين اختلفوا عليه. يعني حتى هؤلاء الذين هددوا بشكل أو بآخر مقومات أسس الدولة الوطنية هم بشكل أو بآخر أيضا بورقيبيون وإن أنكروا. يعني شوية المزايا اللي عند الإسلاميين التوانسة أنا في رأيي بالمقارنة مع غيرهم من إسلامي العالم العربي يعود بالدرجة الأولى إلى أنهم بورقيبيين وإن أنكروا. شوية الحداثة اللي تشوفها على برامجهم واستعدادهم أنهم يعملوا وفاق ولا يعملوا ديمقراطية، هذا راجع مش لأصولهم الجذورهم الفكرية والسياسية، إنما تأثرهم بشكل أو بآخر ببورقيبة.